بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا الدرس الثاني للف مولد المنزل، الملف الرئيسي. مثل ما تشوفون هذا الرسم اللي رسمته، هذا عندنا هو المولد الرئيسي. هذا المولد يتكون من 30 مجرى، يبدينا من رقم 1 103 ونكمل لغاية 30 مجرى. طريقة اللف مالت راح تكون هنا خمس ملفات، يعني خمس مجموعات ملف، يعني مو مثل المطار المبردة مثلا ثلاث مجموعات، مطار المي عندنا 4، هنا راح يصير عندنا 5. يعني من نريد نبدي باللف مالته ايش راح نسوي؟ لازم نترك عندنا 5 قناة، يعني 1 2 3 4 5، ذني تتركهم فارغات للملفات الباقية. وتكمل اللف مالتك راح يكون تستغل الخانة الأولى، نفرض هاي من هاي الخانة الأولى، لاحظ، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فاحتلينا بهالحالة نص الماطور، بدينا بواحد للخمسطعش، فاحتلينا نص الملف، هذا نص الملف احتليناه بالملف الأول، هاي المجموعة الأولى، وقلنا نترك هنا 5 قناة. المجموعة الثانية راح تقابلها نفس الطريقة، وهمين تترك هنا 5. هنا الملف مثل ما وضحنا بالفيديو الأول يتكون من 3 مجموعات من الملفات، هذا اللي أشرنا عليها هسه، هذا ملف الرئيسي، يعتبر ملف التوليد الرئيسي اللي يخرج من عنده هذا الأسلاك التوليد الرئيسي، يعني الضغط راح يصير كله على هذا الملف. الملف الرئيسي القياس مالته، القياس مالته 18.5، هذا القياس الدارج. هنا القياس مالته 1.100، زين، هذا بالنسبة يعني قطرة مليم وشوية تقريبا. العدد مالته 22 لفة، هذا سلك مفرد، هسه راح اعطيكم بعدين السلك المزدوج اللي عادله. هذا بالنسبة للملف الرئيسي، هذا راح يشغل حيز كبير من الملف. نجي على الملف الثاني وملف التقويم يسمونه، القياس مالته 23 اللي هو يقابل 0.60 القياس مالته. العدد مالته 40 لفة، هذا يتكون مجموعتين، يعني 2 مجموعة، جهة منا وجهة منا، 2 مجموعة حتى التوضيح. زين عيني. ملف آخر يسموه ملف محدد الفولتية، ملف محدد الفولتية القياس مالته نفس قياس الرئيسي، يعني هم 18.5، القياس مالته نفس الشيء 1.100، العدد مالته 2 لفة، انتبه على 2 لفة. هاي الاثنين لفة راح تقعد اصلا ويا الملف هذا، يعني اذا لفينا هذا نقعد ويا نفس الملف هذا، خلينا نقول الاثنين لفة راح يمشي وياها كلها، واضح، نفس الشيء 5 عدات ويطلع عندنا من ناية، يعني راح يصير ملفين بمكان واحد، ملفين بمكان واحد. هذا ملف كلش مهم لانه هذا يحدد لنا ال 220 فولت، هذا الملف كلش مهم، ملف محدد الفولتية. 2 لفة تنضاف ويا كل خانة اللي لفيناها بالكويل الرئيسي. زين عيني. الشغلة الأخرى عندنا هسه صار عندنا 3 ملفات، الملف الأول الثاني الثالث، رئيسي تقويم ومحدد الفولتية. الشيء الآخر عندنا، إذا ما عندك هذا القياس، يعني إذا ما عندك ال 18.5 أو 1.100، تلفه السلك البديل مالته 21.5 اللي قياسه هذا، تلفه مزدوج، يعني خطين مزدوج خطين. اذا لفيت من هذا السلك، يعني ما لفيت هذا الفوق 18.5، تلف 21.5 مزدوج. ونفس الشيء الملف المحدد مال الفولتيه اللي هو باثنين لفه، همين نفس القياس تلفه، همين لف مزدوج. فانت مخير اذا عندك هذا السيم، اذا عندك هذا او عندك هذا، يعني هذا بديل هذا، فشلون تريد تلفه تلفه. القراءات والقياسات والاعداد مشابهه بالنسبه لطول الملف هذا، هذا طول الملف من هنا، هذا من هنا 8 سنتيمتر، فمن 8 لغايه 11 سنتيمتر 8 8.5 9 سنتيم 10 11، هذا كله نفس الاعداد، نفس الاعداد ونفس البيانات بالنسبه للملفات التوليد. فهذا الفيديو الثاني، وان شاء الله راح نكمل طريقه القطع مالته وشرحنا عزله وشرح اللفه، وشكرا لكم.